فالطريقة الصحيحة لتقليم هذه الأشجار هو قص كل الأغصان الجديدة التي خرجت في العام الماضي. فمثلا هذا الغصن نقوم بقصه هنا حتى نعطي مجال لهذه الأزهار التي ستتفتح عما قريب كي تنتج أو تخرج ثمار جيدة. نقوم بقص كل الأغصان الجديدة التي خرجت في العام الماضي بهذه الطريقة فقط والسهلة. نقوم بقص أو تقليم هذه الشجرة. كما تشاهدون قمت بقص كل الأغصان الجديدة، وهذه الأزهار إن شاء الله ستثمر غالبيتها وتكون أزهار قوية وتعطي ثمار جيدة. فكما تشاهدون هذه الشجرة قمت بتقليمها كليا، ها هي. في الأخير يجب أن تكون بهذه الطريقة، حيث كما ذكرت قمت بقص كل الأغصان التي خرجت في العام الماضي. ها هي هذه الأغصان، كذلك لا نترك أغصان متشابكة، يجب قص كل الأغصان المتشابكة حتى يكون هناك مجال لدخول الهواء والضوء بشكل جيد. ها هي هذه طريقة سهلة وبسيطة جدا. فمثلا في هذه الشجرة كان هناك غصن يعني نوعا ما خشن وكبير كان في وسط هذه الشجرة، فقمت بقصه حتى لا تكون هناك أغصان متشابكة، وكذلك تعطي مجال لنمو الشجرة بشكل جيد حتى الأزهار بدأت في التفتح، ليست كلها ولكن لم يبقى لها الكثير، إن شاء الله حوالي 10 أيام أو 15 يوم وبالكثير 20 يوم ستكون كل هذه الأزهار متفتحة إن شاء الله، ويبدأ النحل يصرح عليها ويجمع الرحيق. وكذلك كما ذكرت هي انطلاقة للموسم الجديد. أتمنى أنني أفدتكم ولو بالقليل في طريقة تقليم هذه الشجرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم 15 من شهر فبراير شهر ثاني، مواصلة لمتابعة طريقة تقليم أشجار البرقوق. فهذه الطريقة كما ذكرت بقص كل الأغصان الجديدة، كما تلاحظون كل الأغصان الجديدة تم قصها مما يعطي إمكانية إثمار كل هذه الزهور، يكون الإزهار قوي جدا. سنبقى نواصل متابعة هذه الأشجار إلى أن تثمر وتعطي ثمارها، ونتأكد من نتائج هذه الطريقة في تقليم الأزهار في تقليم الأشجار عفوا. هذه الطريقة كما تلاحظون قمت بقص كل الفروع الجديدة التي خرجت العام الماضي، مما أعطى قوة للشجرة كي تثمر أو كي تزهر بقوة أكثر. وكما ذكرت سنقوم بمتابعة كل تطورات هذه الأشجار إلى أن تعطي ثمارها. ها كما تشاهدون قد قمت بقطع الأغصان الجديدة، هي كمية الزهور في الغصن الواحد كما تشاهدون هناك عشرات العشرات من الزهور. الثالث عشر من شهر مارس
ها هو الإثمار كما تشاهدون، هناك إثمار جيد. حين نقوم بقص كل الفروع الجديدة تعطي قوة لهذه الثمار حتى تثمر بهذا الشكل. ثمار جيد جدا كما تشاهدون، هناك نوع من رياح خفيفة، نعبر عن صوت الرياح. 13 من شهر مارس، ها هو الإثمار كما تشاهدون بعد عملية قص كل الفروع الجديدة التي خرجت العام الماضي، تعطي لنا إثمار جيد جدا. فمعظم الأزهار ستثمر وتثمر بقوة وتكون ويكون الثمار ناجح بإذن الله. السلام عليكم، نحن اليوم في 15 من شهر الخامس، شهر مايو 2020. فلا تشاهدون هذه نتيجة التطعيم أو التقليم الجيد للأشجار. فكما تشاهدون ليس هناك أغصان متدلية أو أغصان قد تكسرت. ها هي قوة الإثمار. فلما نقوم بتقليم الشجرة بشكل جيد تعطي ثمار بهذه الطريقة أو حتى أفضل. فكما تشاهدون معي أهوى إثمار قوي جدا. فلا تتذكرون قد قمت بقص كل الأغصان التي خرجت في العام الماضي، فالنتيجة إثمار جيد، شجرة قوية، ليس هناك أغصان متدلية. هذه هي النتيجة. ثمار قوية جدا وكثيرة وشجرة قوية، يعني ما شاء الله. سأريكم بعض الأشجار الأخرى. شجرة قوية جدا، نحافظ عليها بهذه الطريقة كي لا تصاب بالشيخوخة. هذه هي النتائج. وللعلم نحن في هذه المنطقة، المنطقة الجبلية، لا نستعمل المبيدات إطلاقا، ليس هناك أي نوع من المبيدات نستعمله، فقط نقوم بتقليب التربة وتقليب الأشجار فقط. أما الأدوية أو الأسمدة لا نستعملها بتاتا. سأنتقل إلى منطقة أخرى. كما تشاهدون ثمار ما شاء الله، ثمار كثيرة جدا، يعني أن الأشجار نقول أنها محملة فوق طاقتها. فلا تلاحظون كما ذكرت ليس هناك أي أغصان متدلية كما يحدث عند الكثير من الإخوة الفلاحين. يعني شجرة أتت ثمرها ما شاء الله.
والمنطقة كما ذكرت منطقة جبلية، وحتى أننا نقوم بتقليب التربة يدويا باستعمال الآلات القديمة والبسيطة. ها هي المنطقة، منطقة جبلية، أتمنى أن تستفيدوا من هذه التجربة البسيطة لمن له أشجار في حديقة المنزل أو يريد أن يتعلم كيفية تقليم هذه الأشجار أو كيفية تربية هذه الأشجار، فهذه الطريقة طريقة جيدة. كما تشاهدون أشجار قوية صغيرة، نحافظ على صغر الشجرة حتى لا تصاب بالشيخوخة كما ذكرت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.